تحذيرات ونداءات دولية متكررة على الصعيد الخارجي، واتهامات بالتقصير والتواطؤ وغض الطرف أحياناً. هذه الصورة تختصر دور المنظمات الحقوقية والإغاثية في اليمن. نداءات الاستغاثة الإنسانية تتعالى من كافة الجهات والأماكن داخل أراضي الجمهورية، غير أنها لا تصل إلا لجزء صغير من تلك المنظمات، وهو ما جعل رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح يطالب المنظمات التابعة للأمم المتحدة بممارسة مهامها الإنسانية وفق القانون الدولي، خاصة برفع الحصار عن تعز وتحديد الجهة التي تعيق وصول المساعدات إليها، وهو أمر أكده رئيس اللجنة الطبية الإغاثية بتعز صادق الشجاع، مطالبا المجتمع الدولي بوضع إجراءات حازمة وسريعة لوقف الانتهاكات وجرائم الإبادة التي تمارسها الميليشيا بحق سكانها، فيما تستمر التحذيرات الأممية من وقوع كارثة إنسانية وشيكة في اليمن. ف21 مليون يمني، أي 82% من السكان، يحتاجون إلى مساعدات إغاثية عاجلة. أما العمل الإنساني فيحتاج إلى ما يقارب 2 ملياري دولار أمريكي للعام الجاري بحسب التقديرات الأممية التي أعلنها منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة باليمن في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الأردنية عمان. الأوضاع الصعبة أدت لمغادرة عدد من المنظمات الدولية للبلاد، فيما اكتفت منظمات أخرى بتقليص عدد موظفيها الدوليين، وذلك بعد تلقيها تهديدات من جهات لم تسمها. اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت عن قيامها بتقليص عدد موظفيها الأجانب كإجراء احترازي مهم لسلامة فرقها العاملة بعد تلقيها تهديدات، ذلك عقب إعلانها في وقت سابق تعليقاً مؤقتاً لأعمالها في اليمن بعد حادثة اختطاف مسؤولة الحماية لديها نوران حواس في ديسمبر الماضي. منظمة أطباء بلا حدود هي الأخرى تشكو من انعكاس حالة الانفلات الأمني على أعمالها. مؤخراً أعلنت عن تعرض سيارة إسعاف تابعة لها للاختطاف من قبل 4 مسلحين في منطقة الحسيني بمحافظة لحج. بلا حدود عبرت عن قلقها على طواقمها الطبية وعدم قدرة المرضى في الوصول للمستشفيات. منظمات الإغاثة الإنسانية العاملة في البلاد تدافع عن نفسها بالقول إن أسباب تقصيرها يعود إلى ظروف الحرب، وهي حالياً تقوم بأقصى ما لديها متحدية هذه الظروف لمد يد المساعدة للمحتاجين داخل الأراضي اليمنية.